مشروع مستقبل اليمن الجديد. فهذه الأمانة ليس معنيا بها رئيس الجمهورية فقط، بل كل أعضاء مؤتمر الحوار وكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن الحبيب. حفظ الله اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال اليمن إذن سيقدمون هذه الوثيقة للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي. هذه هي إذن وثيقة المستقبل، وثيقة اليمن الجديد والأجيال القادمة، وثيقة سطرت منذ اللحظة الأولى لسقوط أول شهداء التغيير والثورة السلمية، وصيغت بدماء زكية طاهرة لم تقتصر على منطقة يمنية دون أخرى، ولا على فئة اجتماعية دون الأخرى أيضا. فليتفضل إذن أطفال اليمن. بسم الله، الصوت ما فيش. بسم الله، بسم الله، بسم الله ما فيش. بسم الله. آبائي الأعزاء، ما صوت. بسم الله، ما صوت. آبائي الأعزاء، باسم أطفال اليمن نشكركم لأنكم استجبتم لنداء المستقبل ووفيتم بوعدكم، واليوم نحمل إليكم وثيقة اليمن الجديد، ونحملكم أمانة حماية مستقبلنا وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. التحية إذن لأطفال اليمن على امتداد هذا البلد الطيب، ولكل أجيال اليمن التي لا شك تطمح لبناء مستقبل جديد ومغاير، مستقبل يسوده العدل والمساواة والحرية. التحية من خلال أطفال اليمن لكل الآباء والأمهات ولكل رجال ونساء وأجيال اليمن في الداخل والخارج. ولنهتف جميعا، الشعب يريد وثيقة الحوار الوطني، مسؤولية كل يمني، وليس مسؤولية رئيس الجمهورية من نفسه، كل يمني مسؤول على هذه الوثيقة وتنفيذها. هذه الوثيقة مسؤولية كل يمني، مسؤولية أعضاء الحوار، على كل يمني، على كل يمني يعرف أنه مسؤول على تنفيذ وثيقة الحوار الوطني وليس رئيس الجمهورية من نفسه. شكرا لهم.